بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ نتمنى لكم الموفقية إن شاء الله وصحة وعافية. اليوم موضوعنا محاضرة جديدة بنموذجية معلومات بناء. راح ناخذ شلون نسوي بار تشارت. البار تشارت عبارة عن مخطط سير العمل. شو نقصد مخطط سير العمل؟ احنا عندنا مرحلة ثالثة إن شاء الله تعالى بالهندسة المدنية ندرس مادة إدارة مشاريع. هاي المادة تختص بأنه أنك أنت كمهندس مدني شلون تدير المشروع من حيث الزمن والوقت والكلفة الكوست والجودة الكواليتي. هاي ثلاث عناصر أنت كمهندس شلون تديرها بحيث تسوي جدول يضم هذا المشروع من بدايته إلى نهايته. كل مشروع راح تقسمه على أجزاء، هاي جزء نسميه فقرة. كل فقرة راح تأخذ وقت بداية ونهاية لها. مثلا فقرة الكاشي، مثلا احنا عندنا بيت أو مدرسة نريد نسوي كاشي بها، هاي الفقرة ايش قد راح تأخذ وقت. فأفضل طريقة لتمثيل هاي الفقرات نسميها البار تشارت، جدول مخطط العمل. هذا يختصر لنا المشروع احنا بهي مرحلة، واحنا هاي المرحلة اللي قبلها والبعدها والمراحل المستقبلية والمراحل اللي انجزناها ونسبة التقدم وش قد متأخرين وهكذا، ومدة المشروع نقدر نعرفها. هو كلها بهذا المخطط، عبارة عن ورقة بيانية لمستطيلات، كل مستطيل طوله يمثل عمره او طول الفقره مالته مده الفقره. فهو اكو برنامجين مشهوره، الام اس بروجكت من مايكروسوفت، يعني المايكروسوفت عندها برنامج اداره مشاريع خاص بها، يعني اخو الاكسل من نفس المجموعه، عندك وورد وباوربوينت واكسل واكسس، واكو بوبليشر اكو ام اس بروجكت مايكروسوفت سوفت بروجكت، واكو البريمر هذا اقوى نوبه من عنده، يختص همين اداره المشاريع. ولكن احنا ممكن ببساطه الفكره، يعني الفكره نقدر نبسطها بالاكسل اعتيادي، يمكن يعني بالاكسل نقدر نسوي مبسط ولكن مو متقدم، لان ذاك هو اختصاص ذاك البرنامج ويعطيك تحليل للمشروع مالتك، يعني انت الافضل شو تسوي، هي خطوه هي خطوه وهي فقره تقدمها متى، هي فقره وافضل خط طريق مختصر للمشروع وهكذا. لكن احنا راح نبسطها هسه بالاكسل، او اذا كان عندك شغلك مستعجل انت ما تحب تتعلم برنامج الام اس بروجكت او البرامج الاخرى، فبالاكسل وانت طور نفسك كلش احتياج. فهي هاي البار تشارت. نجي على التاسك، يعني الفقرات. نجي هسه راح نسوي اليوم ان شاء الله تعالى هذا المشروع، هذا مخطط جدول مبسط. نجي نكتب هنا مخطط تقدم العمل البار تشارت للمشروع، اسم المشروع مثلا بناء مدرسة الزهور، موقعها العروبة كركوك، تاريخ المباشر، هذا بداية المشروع همتة 1/6/2020، مدة المشروع هنا 340 يوم. احنا دائما بداية المشروع من نحط حجر الاساس ندق قطعة نكتب عليها هذا المشروع بناء مدرسة الزهور الابتدائية للبنات، مثلا الموقع عروبة كركوك باشراف الدائرة التربية، مثلا إدارة مشاريع التربية التاريخ المباشرة، ونكتب أيضا مدة المشروع 340 يوم. هي هاي المدة منين جتي؟ شلون انحسبت؟ انحسبت بواسطة إدارة المشاريع وبواسطة مخطط تقدم جدول العمل. هاي كفكرة بسيطة يعني. نجي هسه شو نسوي؟ عندك فقرات العمل، هاي نكتبها. نجي نكتب رقم الفقرة، رقم الفقرة يعني احنا المشروع قلنا نقسمه او نجزئه الى فقرات،
واحد اثنين ثلاثة أربعة، إيش قد يعني؟ جايز 5 فقرات، 70 فقرة، 16 فقرة، حسب. هاي الفقرات إلها فئات، يعني حسب المهندسين. إحنا المشروع كله أفضل مشروع من ينجز بمساعدة معظم التخصصات الهندسية، معماري، مدني، إنشائي. الإنشائي جزء من المدني، الكهربائي، الميكانيكي، البيئة، المساح، وهكذا. هاي الاختصاصات. كل مشروع مو فقط كل الفقرات هو هندسة مدني، ولا كل الفقرات هي معماري، وليس كل الفقرات هي كهربائي ولا ميكانيكي ولا بيئية، ولكن هو متكامل من كل الاختصاصات تقريبا. ولكن حسب المشروع، مشاريع بها الثقل على المدني، مشاريع بها الثقل على الكهربائي، حسب المصانع الكهرباء، محطات الكهرباء، أو الميكانيكية، أو إذا صحيات يعني مجاري ما مجاري ومعالجة مياه، هذا على البيئة. وإذا عندك مال النفط، مهندس النفط، وهكذا. حسب المشروع هذا شنو يقدم الخدمية، فالخدمية مالته هي تحدد النسبة الأعلى لهي مهندس راح تكون بهي تخصص بس. ولكن معظم المشاريع الإنشائية الخدمية البنائية هي من الهندسة المدنية. ثم تبدي ذيك تصير حالات خاصة، يعني مصنع واحد يتكرر تقريبا، المدينة الوحدة والمحافظة وهكذا والآخر. هسه شو اسمه، احنا عندنا مدرسة بناء مدرسة. أول شيء احنا الفقرات ها لازم يكون يحطها المهندس عنده خبرة أو مشتغل، أو مهندس استشاري إذا عندهم، أو دائرة هندسية. عندك نجزئها هاي المدرسة إلى فقرات. أول شيء نسوي التصاميم مالتها، بعدين نهيئ الموقع، قطعة الأرض شلون نهيئها، إذا بيها أنقاض ما أنقاض نشيلها، عوائق نشيلها، نحط الأعمدة الكهربائية للإنارة إذا عندنا. هاي تهيئة الموقع. قشط التربة نزيلها، أعمال ترابية عندنا، بعدين يعني حفريات، بعدين أعمال الحدل، بعدين صبة الأساس وبناء الباتلو، بعدين دفء بالسبويس، بناء الجدران، صب السقف. هاي أنا طيتها على السريع، يعني مو شرط ملزمين أنتم بيها يعني هسه حاليا، ولكن على مود تفهم الفكرة. بعدين بناء الطابق الأول وصب السقف الطابق الأول، بعدين تجي احنا التأسيس الكهربائية والتأسيس الصحية. هاي الفقرات شلون وضعت يعني بنائها، يعني ما يصير احنا نقول بناء الجدران واحنا بعد ما مسويين الأساس، وما يصير احنا نسوي أعمال السقف الثانوي واحنا بعدنا مؤسسين كهربائيات، وما يصير احنا نسوي الابواب والشبابيك واحنا بعد ما باني جدران. فيعني كانه هي عمليه بنائيه، هي عمليه بنائيه، يعني لازم اكو فقرات هي تنتج اول شيء تتم، ثم يلا تفتح الباب على باقي الفقرات اللي تليها. زين، يعني اكو فقرات اساسيه تفتح فقرات ثانويه، وممكن تكون هناك تداخل بين الفقرات، بس لكن هنا تداخل بين الفقرات ما راح احكي بيه. بعدين اعمال البياض واللبخ والكاشي، السقف الثاني وابواب والشبابيك، الشد مالتها، اعمال الربط الكهربائيات والصحيات، عندنا السياج نكمله والمماشي هسه، وبعدين اعمال الطرق، وبعدين اخر شيء اعمال الحدائق. مثلا هاي مختصر. نجي هسه بداية المشروع، هنا أنا 1/6/2020، هنا أنا الفقرة تهيئة الموقع همت احنا نتوقع نبلش بيه يوم 4/6 احنا نقول، بعدين الثاني قشط التربة نقول يابا ان شاء الله تعالى يوم 12/7، وها هاي التواريخ البداية احنا نحددها مثلا، او نحددها من تربط بنهاية الفقرة الأخرى. يعني عندنا شيئين، اما احنا نحددها من البدايه نقول يا بها ان شاء الله هذا هاي الفقره هي نبدا بيها تاريخ تاريخ، او نحددها من تنتهي ذيك الفقره. هنا مده الفقره، هاي مده الفقره يعني من تجي هاي الوقت، هاي تجي اما من انت عندك الفقره ايش قد لا تحتاج تكملها من انتاجيه، تتوقف على الكلفه انت ما راس المال اللي عندك وعدد العمال اللي عندك والكادر مثلا الاشراف والمواد المجهزه، وانت تحسب بعدين المده.
ولكن انت هنا تقدر تخمن حسب خبرك. ف30 يوم على مود نسوي مخططات والتصاميم، وبعدين الرباط اسبوعين نسوي بدايه الموقع، واربع ايام نناقش التربه اعمال الحفريات 12 يوم، هاي الايام نكملها كتبها. هاي من اسوي لها سميشن، سميشن هاي سميشن الداله، لا سميشن هي هاي 340 يوم. هاي ايش راح اسوي هنا انا؟ هنا أنا أقول هاي تساوي آخر هاي فقط هذا الرقم، هاي الفقرة، فهاي 340. فأي تغيير هنا أنا مثلا هاي كانت يا 20 يوم عدلنا عليها، نغير هنا عدد الأيام مباشرة زين، فهاي الفقرة. نجي نهاية الفقرة شلون نحسبها؟ نهاية الفقرة هي عبارة عن البداية زائد المدة تنتهي الفقرة. نجي هسه نسوي بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح ورقة جديدة. هاي الورقة دائما انت هسه عندك جديدة عشان تشتغل بيها. قلنا بيج لاي اوت الشيت دايركشن رايت تو ليفت، سويناها يمنى على يسرى، هاي الفقرة، هاي قلنا الورقة. نبدي هنا نختار الخلية، اي خلية هنا مثلا، نكتب مخطط سير العمد للمشروع على مود انزل سطر بالاكسل، مو مثل الوورد ادوس انتر، لا انما ادوس كنترول من كيبورد وانتر، راح ينزل لي سطر بنفس الخانه. راح اكتب بالانجليزي بار تشارت، هاي كتبت هسه البارتش. شلون اسويها مثل ما عندي انا هنا هاي الحجم الكبير تيادي؟ اول شيء راح اختار هاي الخلايا الاربعة مثلا، راح اسوي لها ميرج دمج، اوسطها، اجي شنو اظلل الخلية، اختار لها لون مثلا هذا اللون. هنا شلون اكبر الخلية تيادي؟ اختار بالحجم مالتي مثلا هاي 24. شلون اخليها بنفس المكان يعني حج السايز مالتها الحجم؟ اروح على الفورمات اوتو كولوم ويدث، طيب عندك هذا التنسيق. فنختار اي واحد من عندهم وروح على النمبر هذا السهم هنا، راح نختار الدولة اللوكيشن مالتنا، قلنا نختار عربك، احنا بالعراق لانه الاجانب يقدمون الشهر على اليوم. نقدر نختار 14/6 ونختارها يتحول لنا بهذه الصيغة. التنسيق نختاره للكل تيادي، نسوي تنسيق قلنا هذا نسوي يوم 14/7/2020
طلاب ان احنا عندنا المشكلة هنا بالتاريخ، احنا نكتب اول شيء اليوم الشهر السنة، لكن الاجانب عندهم طريقة يكتبون الشهر السنة اليوم السنة، فعندنا هاي المشكلة شلون نتلافى. الافضل احنا نختار عندنا راح تطلع لنا هاي الصيغة وهاي الصيغة. احنا مفترض نكتب هنا 1/6، احنا كاتبين فوق 1/6 ايش قد 2020، بس تظهر لنا شنو 6/1، فخاف نخطأ بالتسمية. فشين شلون نصحح هذا الشيء؟ نختارها، نروح قلنا على النمبر، نروح على اللوكيشن، راح نسوي على الانجليش افضل. اختار اول وحده اللي هو اليوم والهذا واليوم، هسه عدلنا عليها. هنا نقدر نسحب لوكيشن، المشكلة ما انحلت لحد الآن قلنا لكم. راح نسويكم اياها، نرجعها على قلنا العربيك عراق اليوم او داخلنا هذا التنسيق نفسه. ظهر المسألة لحد ما تنحل لازم نكتبها مثل ما يريدون هم. اكتب اول شيء الشهر، ثم اليوم، ثم السنة. هاي نفس ما كتبت اليوم ايش قد، انا الشهر السابع، اليوم الشهر العفو اليوم 14/2020، هاي بداية هاي المشروع. هسه على مود من نسحب هاي الفقرات اعتيادي راح تزيد، نسحبها هاي، خلنا نفرض فرضا انه هاي زادت حسب شهر شهر. هاي زيادة سريعة، نرجعها الشهر السابع، نسحبها على مود الظل نفس المدة. فهاي مثلا كل 14 يوم فقرة، ونغير يعني اعتيادي، هاي الفقرة متى تبدي، هاي الفقرة تبدي يعني مثلا يوم 1/10 مثلا، وهكذا يعني. هاي الفقرة نعدل عليها، هاي تبدي يوم 3/3. مدة المشروع، مدة الفقرات نكتبها اعتيادي. هنا نهاية الفقرة يساوي لنا بداية الفقرة زائدا مدة الفقرة. ها راح اضغط عليه هنا، بس ادخلها اسوي التنسيق نفسه، انسخها نفس التنسيق، اكمل على الباقيات. هاي كملت الجدول. نبدي هسه نسوي البار تشارت كرسم. اول شيء نروح على انسيرت، نروح على تشارت، نروح على البار، على البارس، نجي على توبا 2D بارس، اختار هذا النوع، نضغط عليه راح تضع لنا هاي الورقة الفارغة. هاي الورقة الفارغة نقدر نسحبها على جانب. هنا نضيف البيانات، هنا تقول له select data، اختار الداتا. اول شيء اعيد، هنا نروح على select data، هنا أنا. يقول له اريد اضيف. هسه شو اضيف؟ سيريز نيم، هاي شو اسمها الفقرة، هاي بداية الفقرة، بداية الفقرة وين هي الفقرة بدايتها؟ هي هاي البداية، اختارها، هاي بداية الفقرة، هاي بدايتها، اضغط اوكي. هنا ليش ظهرت لي بالجانب الاخر هوريزونتال كاتيجوري اكسس ليبل. هنا أنا نعدل على الافقي، الافقي هنا أنا راح اضغط عليه، راح اختار التسمية هاي وليس 1 2 3 4، اضغط عليه اقول اوكي، هاي التعديل عليها. ثم اضيف اخر، يعني ارجع اضيف هنا أنا مخطط اخر اللي هو اسمه نهاية الفقرة. هنا أنا القيم مالته اضغط عليها السهم، اضغط على التاريخ، تواريخ هاي عندي
أضغط عليها راح تصير عندي بهاي القيم. بلا أوكي. العفو هنا أنا بس تراجع. هنا بس تعدل على المشروع ثواني. تصل لك داتا هنا نهاية الفقرة الإيديت عندنا مو التواريخ هاي العفو هي مدة الفقرة نهاية مدة الفقرة نختار عدا آخر شيء المجموع مدة الفقرة نقول له أوكي. هسه شو نسوي على مود نعدل على هذا التنسيق مالته راح نحوله إلى ورقة جديدة نقول له move chart على new nana object new chart نسميه نانا task 2 مثلا كله اوكي. هذا راح يتحول لنا على واجهة جديدة. هنا الفقرات لو نشوفها مرتبة بالعكس هاي راح اضغط على هذا العمود هذا المحور واي اقول له اما طريقة سهلة اضغط عليه واسوي له رايت كليك اقول له فورمات اكسس هذا اسهل ثم اقول له الكاتيجوري ريبليس اوردر يعني بالعكس رتب لي اياهم بالعكس هاي اوفق. ثاني شيء اني لو الاحظ على التاسك 1 البار تشارت الاول عفوا شوف هنا أنا بس مدة الفقرة بعيدة ظاهرة عندي راح اضغط على هذا السمائي اول واحد راح اقول له هنا الفيل مالتي يعني التلوين قل له اختار قل له نعم ننفض على مود يختفي هسه فقط ظهرت لي هاي الفقرات اضغط على الفقرات هاي الفقرات نفسها تظهر لي نفس الاحصائية مالتي هاي عندك الالوان شكلها على الاوبشن مالتي اقول له هنا السايز الجاب مالتي بيناتهم 100% او العفو 0% على مود ما اريد بيناتهم اي شيء هاي الفجوات بيناتهم هاي خلصت او اقدر هنا رايت كليك عليها رايت كليك هنا انا الليبل اقدر اضيف الى انه هو ايش قد قيمته الايام هنا 30 يوم واضيف شو اضيف النوب اختار المشروع المخطط اقول له على الديزاين اقول له تشارت مالتي اقول له على الاكسس اللي عفوا جريد لاين اقول له اريد اني فقط الهوريزونتال واروح عليه مالت الجريد لاين الفيرتيكال ما اريدها زين هاي سويت له فقط الهوريزونتال اختار اقدر اختار هو نفس السمائي اقول له شنو رايت كليك عليه اقول له اضيف لي شنو الليبل مالتها راح يضيف لي التواريخ مالتها ولكن هاي التواريخ وين صايره مالتها راح اضغط عليها راح اقول والبوزيشن مالتها يروح على على انسايد الاند مالتي اختارها ثم على مود اعرف اني بهي مشروع قاعد اقف هنا اختار هذا العمود واقدر ايش اسوي له اسوي فقرات بيناتهم
ما عاد أسوي خطوط بيناتهم، أختار أروح على أختار الفقرات، ثم أختار التك مارك العلامات، أقول له إنسايد وليس أوسايد. إذا أوسايد ما أسوي الإنسايد. هاي الحجم شلون أغيره؟ على هاي مجرد تنسيق، أسويه أكبر. اللون العفو، اللون أريد أسويه مثلا أزرق سماعي بنفسجي. أنت لي ناسبك كبرن. فهاي كملناها هسه. تبقى التنسيق هذا التواريخ راح أسويها عمودية. شلون أسويها عمودية؟ راح أسويها الدايركشن مالتها روتيشن. هنا أنا بالشفوة متفرقة، أول شيء أضغط على أسحب هاي الفقرة، حلمت أسحب الجدول للأسفل. هاي من أضغط على الثاني واحد مخطط هتظهر لي هاي الدائرة، أضغط عليها وأسحبها للأسفل. هاي التواريخ لو أضغط عليها هنا أقول له الأكسس أوبشن، أقول له جاد مو كل 50، أنا أريد كل 14 يوم يعني أسبوعين. الماينر مالته كل أسبوع. هسه شوفون التواريخ ازدادت. هنا أقدر أقلل هنا بالوقت. هنا التايم ظهر لي على شكل رقم، هذا الرقم من حوله التاريخ على رقم. هنا أنا لو نلاحظ هاي هذا الرقم هنا التاريخ او هذا التاريخ، شلون احوله على رقم؟ اختاره اروح اقول له نمبر. شوف انا غيرته، شوف هذا اول واحد، اذا نحوله على رقم ايش قاعد 43983، يعني 983 983. نروح على التاسك نقول له من يبدي 983، اسويه اني فقط 900 بس حاليا. هاي صفر ليش؟ على مود بس اقلل راح اسويها 28. خلينا نشوف 150 950. هاي سويناها 950 على مود بس ازحف الوقت عمل يكون ما اوضح ايش. فهذا صار عندي بار تشارت، هو هذا تشارت بار تشارت كل شيء على البساطة مالته. فلو نلاحظ هسه انت عندك اي فقرة غير هنا اعمال الحدد مثلا اسميها غير اسماء اعمال الردم وحفر سراديب. هاي راح اقول له اني هنا أنا عندي هي مثلا 40 يوم. من اغير عليها شوف انت عندي بالتاسك بار تشارت تغيرت قوى. شوف يعني هسه ارجع ندير بار تشارت، شوف تغير هسه من 3 ايام صار رجعه شوف عندي تغير اعمال الردم وحفر السرادي. هذا تغير ذاتيا راح يصير عليه ابديت هذا البار تشارت. اي سؤال ان شاء الله وما فاهمين ان شاء الله احنا حاضرين. مجرد هو شويه التنسيق راح يتعبكم فقط، وان شاء الله بس تعيدوها المحاضره اكثر من مره راح يصير عندك التنسيق كلش واضح. بس اهم فقره انت هذا المخطط الاول مثل ما قلنا وتخفي، هذا تخفي من هو المستطيل. لو نختار هو هذا الظاهر عندكم، انا هسه اذا سويت سوليد نو امبر فهو هذا لازم اهم شيء تخفي. ايش عندك وتلاحظ اهم فقره عندك، عندك الداتا عندك مال بدء مده المشروع عندك، انه تختار هاي هي تختارها تختار
مدة الفقرة وليس نهاية الفقرة، لأن مدة الفقرة هي راح تحكم لك بالطول المستطيل هذا عندك، هذا المستطيل شلون تعرفه؟ نا ذاتيا سوينا إضافة نص بالوسط على مدة، تعرف أنت هاي كم يوم ياخذ؟ هذا 35 يوم، يعني شهر و5 أيام، هذا نص شهر، نا أسبوع، بدايتها أنت راح تعرف هي. وأي سؤال واستفسار، حاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.